صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح ونصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها أسعار الذهب والعملات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير يا مصر. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع 19.70 والشراء 19.63، اليورو سعر البيع فيه 19.20 والشراء 19.12، جنيه استرليني سعر البيع فيه 21.22 والشراء 21.13، فرانك سويسري سعر البيع فيه 19.73 والشراء 19.65. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.74 والشراء 2.73، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 قرش والشراء 5.22 قرش، دينار كويتي سعر البيع فيه 63.55 والشراء 63.28، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 35.34 قرش. ومن العملات لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، ونبدأ بعيار 18، سعر السوق النهارده 959 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهارده 1119 جنيه للجرام، عيار 24 1279 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه النهارده 8952 جنيه. ونرجع لاحمد مره تانية ونكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمياء.